الحمد لله بالسلامه، نورتي مصر يا فتوح. مصر يا اختي منوره باهلها، وما يمنعش برضو انها منوره بيا. يا اختي ايه الحلاوه والشيكه اللي انت فيها دي؟ طفحتي، دلعني اخر دلع، جابلي شويه لبس يا بنتي اعتدال ما اقولكيش. وبعدين يا اختي بيقولوا من عشر الام، من ساعه ما روحت عندهم وانا بلبس زيهم، شفتي جايه عامله ازاي؟ خشي يا سندس اوضتك، يلا خشي نامي. لا مش هنام قبل ما كلم بده تفاح. اعمل ايه، اتعلقت بجدها قوي. طفحتي، مش هنام الا لما اكلم جده تفاح. هي ايه الحكايه؟ الو طفحتي، لا 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 مش وقته خالص. والله وانتن واحشنا اكثر. لا لا تمام تمام، انكم طمنتونا عليكم. اسمعي، هاتي لي مشيخه سندس. خذي جدك معاكي. الو يا تفاح، وحشتني. اهلا اهلا حبيبي، اهلا بروح الروح. بس كنت عايزه اقول لك قبل ما انام انا بحبك. بس لا مش اكثر مني. يلا رقدين تمام، انتم بعد سفر تمام الا لا، وكوني نسمعين كلام المعلم مفتون. طيب مع السلامه. يلا خشي اوضتك بقى، يلا تصبح على خير يا حبيب جدو. احكي لك بقى يا اعتدال. خير يا دكتور ضو، ما هبيت انت ومدو ذا جمعه؟ لا ما تقلق يا شيخ تفاح، ما في قلق ولا داعي للقلق، وانت مع الدكتور ضو النعيم مهند. رحت عند المدعو الزول ده جمعه مدري زبت، وجردنا العياده وانصرف واندحر مزموما مدحورا. رجال رجال يا ضو. من هذا الرجال؟ انت رجال. انا رجل وستين رجل. مشكور يا شيخ تفاح، يا ألز من التفاح، واللي عاديك ابدا ما هو مرتاح. سمعت يا شيخ تفاح ان الدكتور جمعه شفتها له عياده جديده؟ انت متاكد من ذا الحكا؟ ياه ذا الحكا اللي سمعنا بمقري يا شيخ. صدقنا ما يقدر يا ابو ولا حاجه. يا وي يا شيخ ما يقدر. بس انا يا شيخ تفاح سمعته انه قاعد يجهز في مشرط حنقه وشي يسافر. يلا خلي ابوك له يشوف له قريه ثاني. خلاص دحيني طربل قرع جو، ما معه الا دحين يبص امانه ويلفلف ثيابه ويرحل. السلام ورحمه الله وبركاته. خير اهلا. ما في يا شيخ مالك؟ انت فاضي لنا ذحين ولا لا؟ موضوع فيه خساره كبيره. انا يا قلبي انا خساره كبيره. من كبار من كبار يا شيخ تفاح. خلاص خلاص عمر. سيد يلا بزم معكم دكتور ضو، ودونا هناك مياد يرقد. يلا. لا يا شيخ تفاح، انا مرتاح جدا جدا هنا ومستانس بوجودكم. قلنا لك توكل على الله، ما هنا حكي يا شيخ تفاح. لسه ما تعشينا. الظاهر انك جالك مطه. المطه دي مطه على وزن الفته. انا اكلت الفته يا زوم، لكن المطه ما اكلتها. ممكن اليوم نتذوقها ونتعرف على الاكلات الشعبيه اليمنيه المعروفه. ممكن ولو سوء ادب يا شيخ تفاح تكسر من البسباس. شالك مطه مفلفل يا ضوء النعيم. وضوء النعيم هاي يا سيد، المطه هذه انت ما قد جربتها؟ هذه ضرب على مظهر وبعدها ما في الا المستشفى. روح سيدي قم 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 روح احسن لك. دي المطه ياوه. يا شيخ تفاح اكرمكم الله وبارك الله فيكم، تعشيته وكفيته ووفيته. يا سعيد yeah. يا عمر yes. نمشي yeah. وتمطمطوا براحتكم. يلا. ما في داخله كذا مبركضوا يا بارك، ما هم خبر. يخرب عقلك يا فتون، انت كنت في ايه ولا في ايه؟ راح تجيبي للبت حقها ولا تخطفي منها جدها؟ اخطفه؟ ده هو اللي خطفني. ياه يا اعتدال، قلبه قلب خصايا، عينيه فيها براءة الاطفال، ايديه كلها حنية،
كلامه كله رومانسية ولا أملاكه؟ يخطي 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 يخطي. الأرض يا بنت إيه ملهاش حدود؟ ولا الزرع ولا الخضرة والأشجار المانجا؟ ده أنا أكلت مانجا. يخطي 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 يخطي. ما أقولكيش كل ده على تفاح؟ فاضل 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 ده ما هو ده فاضل اللي يدو شحنة ده ما معه من حلاويل وياسو يا باب هذا القرية مرة يدام في تيني مرة مدري معيشة وأدا فوق ده كله شيء نفس احنا في شراء محاصيل وداري ان احنا كل سنة احنا اللي نشتريها كذا لا لا ما في رأسة هذا رجال ما في رأسة يا شيخ طفاح مسألة مسألة تجارة وبس وكل واحد شوف مصلحته واحنا معانا صفقة صفقة كبيرة وتجار كبار الصفقة دي لمخارج انا ما شاش نخسرها خلاص بوك بعدها تمام لا لا وفهمه وحذره انا اقول لك حذره تمام لا لا قل له لا يطرح راسه براس الشيخ طفاح ولا والله يمين بالله يا شيخ طفاح المساله دي ما شاش لا تهديد ولا وعيد مساله ستفاهم نئيتي بمشيخ فاضل هنا عندك من مضافه ونعزمه على عشاء وبعدها نتفاهم لما نقنعه دم رأي كلام الشيخ بارك في محله وكلامه بحالي يكسر قدام يابس ومنه منه ما يقنع خلاص اسمع اتصل بها تمام واسمع على ما شاء بكره عندي هنا في المضافه دم كلام الو الشيخ فاضل مساء الخيرات شيخ ياه ياه معك بارك حياك حياك والله واحنا فاقدين لك كثير بس يا شيخ فاضل كان نسى كذا نتكلم في موضوع كذا بيننا وبينك كذا ويا ليتك تشرفنا على معشه بكره يا بكره الى مضافه الشيخ طفاح الله يبارك فيك تمام احنا في انتظارك يا شيخ لا تاخرش يلا مع السلامه كلموني كلموني فهموني فهموني ازاي شوطر بقى عنده أملاك شوطر بقى من أصحاب الأملاك الواد ده ابن جنية مش كده وبس بقى يا إخوان قال إيه شوطر بيهدد شوطر بتاع القتك قتك بيهدد شوطر شوطر مسكين يا جمعة وإحنا نقدر نوقفها عند حدها بس المشكلة أمسك حنا من الدهنة اللي توقعنا يا جماعة أم شوطر طيب مستحيل يعمل هيك شيء أم شوطر طيب بس لقد دخل حاجة براسه شو يعملها بصراحة أنا خاف إنه يعملها ويوقف المستوصف حيوقف حيوقف وحيقفله كمان ليه لأن ورا الملعوب ده اللي ما يتسمى طفاح ليه منعك ليه منعك يا دكتور ناري منع اللي قبيله لا يغلقوا المستوصف هذا إلا بعد ما استلم أول راتب لا تقلقش يا عم حمود راتبك إن شاء الله بتستلمه يا رجال لو نفرق لك من رواتبنا والله يهمك يا عم حمود وهلاك كم معنا عم حمود في القرية هو واحد بس ما يسرع حل القضية حقك في ثواني وأنا قد تغيرت أربع مناهج واثنين مدراء مدارس وثنتين حكومات وعمي شوطر والأرض يزوجني يا جماعة رسينا نالي منعكم وتوسطوا لي وصل عند عمي شوطر أشياء تزوج والله فرصة فرصة يا جماعة الخير مادم احنا كده مجتمعين مع بعض إيش رأيكم نروح مع بعض لعند عمي شوطر ونطرح له الموضوع وما نخرج من عنده إلا بحل هو ده الكلام وانا كمان حاجي معاه الله يحفظك يا دكتور جمعة ويخليك للبهايم والحمرة يلا خلينا نروح وانت عجي الله يحفظك يا دكتور نوري ويخليك للمستوصف وانا معك وانت مدفوك والله يلا 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 وانا بنتصر منكم خبر حلو وانت يلا يحفظك وان شاء الله اشوف ايش عاد وصل في باب الحارة يلا 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 يا جماعة مالكن مالكن اديتوا لي الرعب مالكن هبوتم لي مرعب واحد جالس كثير لما وصلت يشوف للثاني ينظر للثاني ويحيد الثاني شو تعر ذولا اكيد 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 قتلوا واحد وجوا يطبخوها عندك او سرقوا حاجة وجوا يخبوها عندي مالكن استاذ حسن الو جمعة الو
قوم عم يتكلم. خلاص خلاص فاهم فاهم. عم شوتر، عم شوتر شوف على بلاطة الأستاذ مبروك يشتي. حسن اسكت بحقر الله، اسكت بحقر الله، لا تكمل الكلمة ذي. كل ما تقول لي هي تقع مصيبة، نسيت؟ قلت لي هو خرج تفاح، قلت لي هو حبس جمعة، قلت لي هو هلت المصايف فوق راسي. اسكت. أنا أفتي فمك يا عم شوتر والله إنك صار. اسكت يا أخي اسكت اسكت. أنا شطحك أنا وأنت بين. اسكت 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 يا سبب المصايب، أنت أكبر دبور. اسكت خلاص يا جماعة، خلوا الدكتور قماش يضحك. يا غالي أقف جنان، أنا ومتهبال يا هبال غير قرم غالك، وأنت دبور بين. اسكت. بصراحة يا عم شوتر مبروك سيس الزواج على شفيقة. أقول مبروك سيس الزواج شفيقة. أيوه الكلام هذا يطلع منك أنت يا أخي، تحبك أخيرا. هي يضع سره في أضعف خاله. يا 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 شرمة شرمة توه يا هبل، كسر روسكم الحكمة. ما فيش عندنا بنات مزواج، بنات عندنا مزواج ما فيش، تمام؟ شوف اسمع أنت ويا يا يا شيخ شاطر، الله قال ما في زواج يعني ما في زواج. شوف في شيقة الصدق الصدق عادها كبيرة وما شي حق زواج. لما إن شاء الله تكمل خدمتها في بيت، تكمل تصبن وتغسل وتنظف بيت، إن شاء الله نفكر نزوجها. يب 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 يب. ماذا حكى أم شوتر؟ أنت ناسي إنه مبروك أصلا متزوج شفيقة؟ بعدين إحنا جينا الآن بس نتمم الموضوع. متى ذي؟ في الجزء الرابع يا عم شوتر. زنبقة؟ حصل محكى ذي؟ والله انا بصراحه الجزء الرابع ما شفت تم حلقه لان الكهرباء كان طافي. يا حتى انا ما حد شذي حلقه، يعني ما شفناش حاجه ولا نعرف حاجه ولا عندنا بنات لهم زواج. تعين يا شوتر، الجماعه قد وسطوني وانا جيت لك بشيبتي تيه، لو شي احترام وتقدر لي. المراه ما لها الا زواجه، ولا تدحنش يا الرجال. هاك ابوك يا جعفر جالس مقعي هاك. ابا شوف شوف والله أقص ورب ما توقف حجر أطراف مستقبل أختي. شو تزوجها يعني شو تزوجها؟ قر قر اسكت يا هبل. أنا مش نادم بحياتي اللي على حاجتين، إن أنا زوجت أمك وخلفتك يا هبل يا ابن الهبل. أنا قص ما بالزواجة، ما فيش بنات الزواج وما أناش موافق. لا يعني لا لا عم شوتر، لا أو ألف لا. واسمح لي أقول لك الكلمة دي ولو مرة في حياتي، إذا كنت ناسي أفكرك أنت كنت موافق على الراجل واديته كلمة من زمان. إيه كشعت ليه عم شوتر يا مكشعاني؟ ده المثل حتى بيقول يا إخوانا، كلمني كلم كلم، فهمني فهم فهم. وشفيقة المبروك ومبروك لشفيقة، حد يقول منكم حاجة يا جدعان؟ الله. ولا تنساش يا عم شوتر إنه مبروك وقف مع شفيقة بعد الموقف اللي عمله النذل عوض. أستاذ حسن رجاء ما فيش داعي للكلام هذا. أما زنبقة كلمي كلمها. شو كلمي؟ أنت مجنون؟ أكلمها شي دعسني ولا طمني؟ لما أكلمها؟ كلمي عشان اقتنع، عشانك أنت بس. شو تعر لما ما توافق شم بنية موافقة ومبروك موافق وهو يحبها وهي تحبه، وبعدين من هي كده حق زوجة وتشي زواجة وكل كل البنات تشين زواجة. قري اسكتي حتى انت يا زنبقة، ما بيش معي بنات تشين زواجة، وشفيقة بنتي ما تشين زواجة. من قال لك انها ما زواجة؟ كل البنات في العالم تشين زواجة، حتى انا اشين زواجة. زنبقة يا مشوت الرفضك ده في ظلم المبروك، وكمان في ظلم لشفيقة بنتك. طيب يا جماعة احنا انتم ما لكم كده عليه، وبعدين من أهلي؟ أين أهلي؟ أين أبو؟ أين أمه؟ يجيبهم لهنا نتفاهم، يجيب أهله معه لهنا يخطبوا نتعرف عليهم ونتفاهم، أما يقلب رأسه لا. الله 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 يا اخوانا، ايه الكلام ده يا عم شوتر؟ ايه الكلام النتن ده؟ ايه التخلف والرجعية دي؟ احنا مسلمين والاسلام بيقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه يا اخوانا؟ من اتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والراجل ما شاء الله صاحب اخلاق وقيم كده ما شاء الله، الكل بيحلف راسه في القارية. يا عم شوتر يا عم شوتر، اصلا انا مقطوع من شجره، ما بيش معي الا اخي مبارك وامي مبروكه عجوز ترحم الله، يعني لو اديها معي للقريه حتموت في الطريق. واذا كان على اهله، احنا كلنا في القريه اهله، انا ابوه وده امه وده اخوه وده. الله عم شوتر اهلا ولا اهلي، دي زواجه مش لعبه. صح يجيب اهله نتعرف عليه وبعدين نتعاقب، غير اهله ما فيش عندي خبر. يا عم شوتر انا ما فيش ولا كلام. وقتنا يا عم شوتر مش كفايه. كيف كيف وقتنا يعني مش كفايه؟ ما لا مش كفايه يا بنت تاني. لا يلا كقوم بيتي الحين عم شوتر، انت تعقل الامور.
قطوا راسك انتم يا عيال قوموا انك تقولنا من بيته والله ما عندك قبيله يا اخي خير انت ارجع قبر حقك يا هبال يلا 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 مع السلامه عليك الله برع يلا يلا برع يلا عم شو ترى هذه عليك الله برع يلا هذه هنا والله برع يلا صح انك عند ما عندك اصل انت قليل الحياه تطردنا كذا ولا تعال يا هبله وين سارح انت يا هبله انت طردتني طردناهم هم انت معانا بالبيت حقنا يا هبله ارجعي مكانك قني ومي قنانه حقك يا هبله يلا هبله برع شوتر ايه اللي انت حبيبته ده حرم عليك تقف وش سعادة بنتك يا راجل سعادة بنتي انا اعلم بها واخبر بها منك بطلي فضول يا ام قمي حرم عليك يا ام كسرت قلب شفيقة حرم عليك يا ام وانت بين اسكتي نعم يا بنت كسرنا قلبك يا ابو مش كفاية انها قبل تزوجني بعد كل اللي حصل معي الحكا دي قبل تزوجني انت بقى مبورة انت ولا مي شفيقة بنت شوتر بنت شدو تدي وزعبت خبري تمام ولا تسمع منك اي هجره ثاني يلا يلا شوتك يلا يا شوتر بس يلا 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 لا تحي لا تذوق صوت حر ايه الا بشيكه ما وطنبك مالك كذا تصيح على ماذا ما معكم مالكم كيما لا شبيك اسمعي محك حكها تزوج مبروك مبروك من مبروك من مبروك إيه؟ مبروك ذا اللي قاعد يزوجها زوجها إيه؟ يزوج مان زوج شبيقه ايش كمان مالك زنبقة انا مش متوقع العم شوتر يطرد انا يطرد من بيته انا الاستاذ حسن مدير المدرسه انطرد وعلشان ايش علشان موضوع تافه زي كذا كيف انا موضوعي تافه يا استاذ حسن الله يسامحك يا عم شوتر خليتني يسوى ولا ما يسويش يتكلموا علي يا استاذ حسن ما طردكش لحالك طرد حنا كل احنا حتى ما استعش من امشي يا بيدي كلموني طردوني بقى انا انطرد انا الدكتور جمعه اللي ما فيش بقره في القريه الا لما تحلف براسي انطرد يرضيك يا اسد يرضيك يا غضنفر انا قلت لكم الاول شوتر ده ما بقاش شوتر بتاع زمان خلاص الله يرحم ايام اتك دلوقتي اتيكاتوك بقى عندي رصيد في البنوك احنا كناينك يا شوتر بل بالك وعجل بزوالك انا قد قلت لكم من زمان هذا شوتر اللي وقت لي المحابس والجراده حقه ما يشيلها الا العين الحمراء عين حمراء اكثر من كذا يا ارقد ارقد يا عم محمود ارقد نام يحرق كناينك يا اسد يلا اصبح على خير يا طاهش الحوبان شوفوا يا جماعه رجعنا ما حش داعني مبروك مليون مصاعدر من اليوم مصاعدر كل يدعوني الاستاذ مرفوض بخير يا اخي فاعل بخير حاضر هنسميك مرفوض هيا يا جماعه بس شو عملتوا ما بشرش يا دكتوره ما اقولش عمي شوتر يشتي ولي امري قلبني في صف رابع بالعطا يا جماعه الخير انا يتيم الاب بالله عليكم شي واحد يتيم يجلس بدون زواجه ولو يا مبروك معقول تقول يتيم ونحن موجودين نحن أهلك هون هو ده الكلام بعدين يا أخوانا اليتم مش عيب أنا أحكي لكم حكاية اسمع يا دكتور نوري اسمع مرة أيوة اسمع كان في تور يتيم بس مش أي تور أيوة تور بيكافح بيتهد بيعمل في يوم من الأيام حب بقرة التور اليتيم حب بقرة فصمم وراح يخطبها من أبوها راح لأبوها هيمد إيده رفضوه بس ما سكتش صمم خلاص يا هكملكم الحكاية أرجوكم كمل يا دكتور جمال خلاص يعني المسألة سهلة الآن أنا التور أقصد إنه المسألة سهلة عليك تروح تجيب والدتك وتخطب شفيقة ونفرح فيك وانا ادينك 3 أيام اجازه من الراس هذا ايش رايك يا استاذ مبروك الله على الراس هذا وانا شغطي لك الحصص كلها لما ترجع الله يحفظكم يا جماعه بس الخبر هذا اشتي مصاريف نعم بتقول مصاريف عليك الله المستعان عليك الله المستعان يا استاذ مبروك بتحمل هم المصاريف وانا موجود انا رحت فين يا اخوانا بص المصاريف عليا انا مستعد اديك من ريال لحد 500 ريال
شبرق روحك فيهم وتسافر تجيب امك و يلا مش خساره فيك. اشبرق نفسي واصلح ب 500 ريال. مال صاحبي يا دكتور وليد ما نفعل باهي. وانا ان شاء الله بكلمها في تاني بخليه كمان يدقن موقفك عند عمي شوتر وان شاء الله ربي يتمم على خير. الله يحفظك يا دكتور. وانا ان شاء الله بكره من صباح الصبح شابكر اسير الدمي ان شاء الله. ان شاء الله على بركه الله. يلا تصبحوا على خير. وانت من على خير. يا نفسي نهايه حكايه الطور اليتيم. يا أخي كل ورقة تعويضات خرجت ما عدا ورقة تعويض شوتر ما لقيتهاش. معلش أستاذ ممكن تزيد تدور؟ يا أخي صدقني دورتها والله دورتها بس أقول لك أنا بدخل لها عند المدير العام وتأكد لك بنفسي. انتظرني لحظة. شكرا جزيلا. صباح خير يا مدير. صباح النور العافية. خير ايش في؟ بس في ملف متأخر عندك بخصوص أرضية المستوصف باسم شوتر. موجود عندي ليش؟ صاحب المعاملة خارج. مع عدم الموافقة. جيب الورقة. بس أعتقد يا مدير أن الوزارة خصصت تعويضات لمثل هذا الحالات وأعتقد أنها تستحق. طيب وأنت ايش دخلك؟ مش أنت الذي يقرر من يستحق التعويض ومن الذي لا يستحق التعويض. يلا على شغلك يلا. حاضر يا مدير. تفضل يا عم سخيم ادخل عند الدكتورة مع الغرفة دي. سلام يا ابني. ماتشين تعرفين دحانتين انجليزك زي ضروري خرج. يلا شطبنا يلا. يلا مع السلامة. يلا خرج برا. هذا مو مغلق برا يا غريب. يلا جعفر الطوارئ خرجهم كلهم. يلا شطعي دمك انتقص من النسوان ونقص من الرجال. تمام بسم الله. يلا 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 اسم الرجال من هنا. يلا 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 مع السلامة يا نور. يلا مع السلامة. يلا خرجوهم بيجوا. خلق شاتر دي الحرمة لقيتها داخل من هدي دي زخيم. مع السلامة زخيم قفلنا مستوصف. حرمة في عينك شاوتر اعقل يا رجال طفحي ما بك لقبين ابقلك من هنا لهنا. لا هو رجال يجي هو قفل المستوصف مش يوصيك انتم يا هو بالله خيي وادي رجع حقه. ياه كل شيء تقدر تطفح طفاح ده حقي مش حق طفاح برع يا حميلي. عيب عليكم استحوا على نفوسكم ذا كلام ذا ذي مصلحه وخير تهم الناس كلها وما تنسيش زنبقه ان احنا اهل. من متى احنا اهل ومن متى احنا كذا يعني فكرنا انه احنا نكون اهل مع ضفادع. ضفدع كامل في مثل يقول اذا ما عجبك طبعي يطبعي عند غيري وذا الكلام ضروري تحطي في راسك. لا اعرفك ولا تعرف انا ما اعرف. اخرجي يلا. وانتم يلا مع السلامة. نوري مع السلامة. يلا قفلنا المستوصف. يا ام شوتر يا ام شوتر الموضوع في انه الكل مقتنعين بالتعويض لان الارض حقك. لاني ولا رني وبعدين متعويض حقك ذا اللي تقول. قالوا خلاص معي فيش تعويض يعني فينيش يعني مع السلامة يعني قفلنا المستوصف. يلا مع السلامة. عيب عليك يا عم شوتر هذه مصلحة للجميع وما تنسيش ان انت اول المستفيدين هنا. هل نسيت ان انت قد تلقح لبنت ابنك؟ عيب يا عم شوتر هذا مستوصف. ابا حرام عليك بلا حرام عليك. شوفوا على كلام مقنع والله مقنعني برا. ياه بس اطلع برا انت وياه. يلا برا انا مستوصف حقي. يلا شوتر ياه. عيب ذا الكلام ده عيب ما يصلحش. ذول النساء رقيقة هاد ذول ما يشالونش الانف ولا الاذن ولا الحنجرة. ذول يشالهم رقة يشالهم حنان. خليني اتعامل معاهم انا. تفضلي. عيب ترفع صوتك عليهم. تمام ما يصلحش عليك. يلا يلا انت وياه برا. يلا 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 تنشي. يلا الا صحيح ايش بتسبر هنايا؟ اجمعوا كنايا انت والجراد حقه وانت والوجه ذا يمدقدق ساعه اكلت لي المحابيس. حط 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 باقي حاجه شو تقولها؟ يلا اخرجوا من هنايا. فراخ خلقتنا